وأيضا في آخر أخبارنا بالصور، المشجع والصديق من شمال العراق محمد الهركي كان يهديني شخصيا قميص نادي أربيل والتقينا، أتى من شمال العراق إلينا السيسة. هذه القميص ما ستابع باسمه، هي باسم كل العاملين في هذا البرنامج من شمال العراق إلى لبنان، يهديني قميص أربيل. إن شاء الله إذا تحضرت ربما أشارك صندلع. كما سيشاهد الصديق العزيز محمد الهركي. شكرا له باسمي واسمك واسم سامي طبعا، اسم كل العاملين في البرنامج. طبعا محمد، انا ايضا اوجه تحيه كبرى لمحمد الهركي المشاهد الدائم للبرنامج. اريد هنا المشجع والصديق من شمال العراق محمد الهركي كان يهديني شخصيا قميص نادي اربيل والتقينا، اتى من شمال العراق الينا السيسه. هذه القميص ما ستابع باسمه، هي باسم كل العاملين في هذا البرنامج من شمال العراق الى لبنان، يهديني قميص أربيل.